السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ معاكم وعد، وحشتوني جدا. ريحته مشمئزة فعلا، رهيب. لو حطيته جوزي هيطفش من البيت. مش لازم تحطيه، وابو العيال موجود، بس هو ده اللي هيريحك، هو ده اللي هيخلي ابو العيال يقول ايه القمر والجمال ده. عايزين تعرفوا ايه اللي معايا؟ حط لايك عشان نسمع الفيديو. ورجعنا يا بنات. من الاخر كده، المكون اللي معايا ده مهما او لو نزل على اي مكان في الجسم بيفتح بشكل غير عادي، بيشيل بقع رهيبة من الجسم او البشرة، بيشيل كلف قديم وجديد، وبيشيل خطوط، وبيشيل بثور، وبيشيل كل ما قلق بشرتك او جسمك لو سواد بقاله سنين. بيعقم البشرة وبيرطبها، وكمان بيديها نضارة غير عادية. ريحته مش ممكن، لو حطيتيها تفشي كل اللي موجود، بس ده اللي هيديكي النتائج المطلوبة. لو انت متزوجة سيبي جوزك يروح الشغل وابدأي اعمليها. وقبل ما يجي طبعا انت هتكوني واخدة الشاور بتاعك وحاطة البيوفم بتاعك او العطر بتاعك، والدنيا هتبقى زي الفل. تمام؟ لو في حب شباب، في حبوب، في اي حاجة، اول ما تحطيه على البشره هتحسي فعلا بحرقان رهيب، بس مش ضرر، لان هو هيسحب كل البكتيريا وكل الالتهابات اللي مسببه مشاكل البشره. مضاد حيوي طبيعي غير عادي، يعني جميل جدا. كل حاجه ربنا مدهنا من الطبيعه ليها فوائد رهيبه. لو ما فادتش عمرها ما تضر، والحاجه اللي مفعولها طويل هي اللي بتضر فعلا. زي ما احنا اتفقنا، كل اسبوع بنجدد في وصفه. معايا النهاردة أبو ريحة جنان. معايا التوم، يا ربي. أيوة معلش بقى، لو أنت عايزة بقى تبقي كده جميلة في نظر جوزك وفي نظر نفسك، أولا مفيش عيوب في بشرتك ولا في جسمك، تعالي على نفسك يا جماعة. التوم ريحته جميل والله العظيم. إيه ده؟ ده أنا بخلي مثلا نايف جوزي في الشغل وبقطع فص توم ترنشات كده، وببدأ أدلك بيه بشرتي، وبسيبه ربع ساعة على البشرة، وبعد كده بغسل البشرة. حس انك فايقه كده وحاجه غريبه، هو يروح وانت بدأي. معايا التوم، ومعايا معلقه من السكر. مش هنحتاج في الوصفه دي مقشر ولا اي حاجه، هي هتقوم بكل حاجه. بس يا ريت بعد ما ندوق التوم كويس ناخد الميه بتاعته. مين عايز انبوبه؟ يلا نعصر الميه اللي فيه، سوري، نعصر ميته ونرجع لكم تاني. الراجل ده موترني خالص بتاع الانابيب ده. هاخد الميه بتاعه التوم واجي لكم. رجعت تاني يا حبايب قلبي، طبعا عشان انا عامله فصين صغيرين، فشويه الميه الصغيرين دول اللي طلعوا. انت تعملي كم فص حلوين كده. تمام؟ انا بقى عايزه الميه زي ما احنا اتفقنا كده، او العصير بتاع الثوم. هنزل بحبه من السكر وادوه كويس. هيبتدي تعمل لي زي سكراب كده، بس سكراب مش عادي بقى، سكراب من نوع التقيل قوي. تمام؟ انت بعد كده مش هتقدري تستغني عنه. تاخدي طبعا الميه بتبقى كتير شويه، بس عشان عامله تيست يعني. تاخدي من المكونات بتاعتك دي وتبداي على البشره. تدليك خفيف عكس عقارب الساعه لمده دقيقتين، وتنزلي على الرقبه. عايزه تنزلي على المنطقه الحساسه بين الفخذين، الاكواع، الركب، تحت الابط، اي منطقه فيها سواد ومضايقك حطي منها وما تستنيش خالص. بتدلكي في اي مكان لمده 5 دقائق عكس عقارب الساعه، وبتسيبيها 10 دقائق على اي منطقه. كده بتغسلي جسمك بقى بالشاور بتاعك بقى زي ما تحبي، المهم تعقمي نفسك خالص من الجريمه دي. وبعد كده تحطي بقى اي عطر انت بتحبيه. تتعمل مرتين في الاسبوع، ومن اول مره انت هتبقي مستنيه المره الثانيه، واوعدك واتحداكي هتبقي مستنياها عشان تكرريها تاني. وهتقولي هو ما ينفعش يا وعد اعملها كل يوم، وانا هقول لك لا، علشان فيها سكر، والسكر هيزيل خلايا الجلد الميته، هيعمل مقشر وغلط كتير على البشرة. هو المقشر بيبقى مرة في الأسبوع لو أنت مكسلة، لو أنت مهتمة بتبقى مرتين في الأسبوع. حلوة الوصفة، هتعجبكم، هتاخدوا نتائج حلوة جدا، مضاد حيوي ملهوش أي أضرار. يلا يا حبايب قلبي، اللي مستعد للوصفة يقوم يجربها ويقول لي في الكومنتات إيه رأيه فيها. قدمت لكم وصفة حلوة وسهلة وبسيطة وريحتها مش حلوة. ويا رب تعجبكم ان شاء الله. حطوا لايك بقى عشان بنات كتير تستفاد. اللي عايز يعملها هيبقى هو اللي كسبان، واللي مش عايز يعملها هو اللي خسران، هو حر. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.